عندما تجلس مع رجل غربي أو أوروبي ويسألك سؤالا، لماذا تمنعون النساء من الذهاب إلى معبدكم إلى المسجد؟ يعني قل له يا أخي والله إحنا ما منعنا امرأة. قل لا، أنا لا أرى عدد الرجال كعدد النساء، لكن عندنا يقول هو هكذا في الكنيسة وفي المعبد يذهب الرجال والنساء. لماذا يعني حتى عندكم النساء عورة حتى لا تذهب إلى المسجد؟ هذا هذه عادات وتقاليد مأفونة عفنة، يجب أن تقلب هذه الصفحة ونعود إلى المنبع الصافي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تمنع إماء الله المساجد، والنساء التي طلبنا من الرسول درسا خاصا فكان يعطيهن درسا يوم الاثنين، فلما كثرت النساء أمر الرسول بباب لهن خاص، سمى إلى الآن باب النساء.